الثالثة تبدأ مع انطلاقة هذه الذلل المحليات الأصايل في 8 كيلومترات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذه اللحظات ضمن انطلاقات وتحديات أشواط الإنتاج والمنتجين على أرضية ميدان المرموم. مباشرة انطلق مع هذه الأسماء، انطلق مع هذه الشعارات، أتقدم مع المركز الأول والشاهينية على المركز الأول، الشاهينية في أول الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد اندفاعة كل الشعارات نحو ناموس هذا الشوط، ويتابعها خليفة بن حليس بن راشد الكتبي يتقدم على المركز الأول ويقدم الشاهينية في أول الأسماء. المركز الثاني، المركز الثاني، الشاهينية القادمة على المركز الثاني، جابر بن سعيد بالخضار المحرمي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث، وتابع ظن القادم الهلال بن عيضة بن هلال المزروعي القادم على المركز الثالث المركز الرابع، وتابع في رابع المراكز هذه مخيفة سالم بن مخيت بن نوبي العامري يتقدم ويقدم مخيفة من الجانب الآخر، فزعة القادمة فزعة محمد بن سيب بن فاضل المزروعي القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس، ولكن شعار بالعوضي مراسيل، هذه مراسيل ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يأتي ويقدم مراسيل من المركز السادس، روحت إلى المركز الثالث، النقلة للمركز السابع، وأتابع في سابع المراكز هذه الشاهينية عبد الله بن دعيل بالهايري يقدم الشاهينية، هناك القدوم من نشبة لمسلم بن حمد بن محمد العامري القادم في هذه اللحظات، بن السمح يتقدم ويقدم نشب القادم المركز التاسع، وصول من الشاهينية سعيد بن مطوع بن ضحي الكتبي يتقدم على تاسع المراكز، المركز العاشر هذه اللي وصلت بشعار الشبل، هذه سمحة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية ميدان المرموم في صباح هذا اليوم مع انطلاقة هجني أبناء القبائل بمختلف السلالات قدموا، بمختلف النوعيات قدموا على أرضية هذا الميدان في مهرجان سمو ولي عهد دبي، في مهرجان أبو راشد. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الشاهينية، أعود إلى السلالة المحلية على المركز الأول في شوط المحليات الأصايل، ولكن مراسيل، مراسيل بدأت تبث المراسيل في هذه اللحظات إلى مالك هذا الشعار، إلى محبين هذا الشعار، شعار يتقدم على المركز الأول، ناصر بالعواضي يتقدم المنهالية على المركز الأول يقدم مراسيل على الصدارة، المركز الثاني، المركز الثاني القادم الشاهينية خليفة بن حليس بن راشد الكتبي القادم على المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية القادمة بشعار جابر بن سعيد بالخضار المحرمي قادم على المركز الثالث، المركز الرابع هذه نشبة القادمة على رابع المراكز مسلم بن حمد بن محمد السمحة العامري القادمة على المركز الرابع، المركز الخامس أول ندى لنشرة قادمة نشرة في هذه اللحظات
بشعار محمد بن حبروت من سلطان الكتبي يتقدم بن حبروت ويقدم نشرة في هذا الصباح يتقدم على المركز الخامس المركز السادس. شوف القادمة هذه ظن القادمة ظن بشعار هلال بن عيضة بن هلال المزروعي القادم في هذه اللحظات ناخذ المركز السابع ناخذ المركز السابع اللي وصلت الشاهينية سعيد بن مطوع بن ضحية الكتبية يقدم الشاهينية المركز الثامن وصلت الشاهينية أول ندى لشعار الدرعية عبد الله بن سعيد بن علي الدرعي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم الشاهينية على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت مخيفة سالم بن مخيت بن نوبي العامري القادم على المركز التاسع. المركز العاشر وتابع في عاشر المراكز أول ندى للحذرة قادمة بشعار محمد بن عوض بن طويرش لعب فاري. هكذا هي النتيجة هكذا ندانا الثاني مع منتصف الثمانية كيلومترات. ذعنا على مسامعكم مشاهدينا متابعينا خلف الشاشات خلف قنوات دبي ريسنج والقنوات المصاحبة لنقل هذه الأحداث هذا المعترك الصباحي ما بين شعارات أبناء القبائل الحاضر على أرضية ميداننا المرموم ميداننا الذكي. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة أعود إلى مراسيل 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 لا زالت تبث كل المراسيل تبث كل الأخبار السارة من على أرضية هذا الميدان. ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم مراسيل على المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني القادمة نشرة على المركز الثاني نشرة ومراسيل نشرة ومراسيل مراسيل لبالعوضي ونشرة مع محمد بن حبروت بن سلطان الكتبي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم نشرة. المركز الثالث مخيف القادمة في هذه اللحظات ولكن التسلل ولكن الحضور هذه نشبة هذه نشبة مسلم بن حمد بن محمد السمح العامري وصل ويقدم نشبة في هذه اللحظات. كذلك القادمة هذه ظن هلال بن عيضة بن هلال المزروعي ياهي من أسماء قادمة بدأت الأسماء تقترب مع مغادرتنا للمنعطف الأخير في مضمار الثمانية كيلومترات اتجاهنا الى المقصورة الرئيسية في هذه اللحظات. المركز السادس المركز السادس المركز الخامس عفوا هذه اللي وصلت الشاهينية لعبد الله بن سعيد بن علي الدرعي يتقدم في هذه اللحظات. كذلك الحذرة لمحمد بن عوض بن طويرش العفاري قادم العفاري ويتقدم في هذه اللحظات. شوف اللي الوصول وصول في هذه اللحظات من القادم من الجانب الآخر هذه اللي وصلت هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات. هذه حشيمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري يتقدم في هذه اللحظات ويقدم حشيمة أول ندى لحشيمة القادمة في هذه اللحظة على المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن. هنا القادمة الشاهينية سعيد بن مطوع بن ضحية الكتبي المركز التاسع وصل بن دري سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المركز العاشر. شو
شواهين لسعيد بن محمد بن خير العفاري 2 كيلومتر قادرنا أن مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة اللي غيرت اللي خطفت الصدارة. هذه ظن على المركز الأول هلال بن عيضة بن هلال المزروعي على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني الشاهينية من الجانب الآخر، ونشرت من حبروت قادم محمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي قادم، والحذرة محمد بن عوض بن طويرش الاحفاري، وبن خويتم قادم في هذه اللحظات. هذه حشيمة القادمة لحمد بن خويتم القادم في هذه اللحظات. المركز السادس وصلت نشبة مسلم بن حمد السمح العامري القادم مع نشبة. الله على هذه الأسماء، وصلت ندى أول ندى لندى أحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي القادم الخليج لسلطان بن سعيد بن دغيش القادم في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول. اقتراب الكل من مضيق العبور، الكيلومتر الأخير. يا هل الانتاج، يا هل الذلل. المحليات الأصايل هذه الخليج اللي خطفت في هذه اللحظات الصدارة. الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش اللي روح بهذا الشوط ويقدم الخليج على المركز الأول. لكن يا بن دغيش، هذه نشبة قادمة مسلم بن حمد السمح العامري ما سمع الأمور حتى هذه اللحظات. ندى أحمد بن خلفان المزروعي قادم مع ندى. وصلت الضبية راشد بن علي بن نويصر يا بن دغيش، بن نويصر قادم المنصوري. اللحظات الأخيرة ما بين بن نويصر الأمتار الأخيرة لمن ناموس هذا الشوط. اللحظات الأخيرة يترقبها الكل. الضبية ولا الخليج ولا الضبية ولا ندى المزروعي. الأمتار الأخيرة الضبية بن نويصر ينتصر في هذه اللحظات. إلى الوثب السلام إلى بن نويصر، إلى المنصوري راشد بن علي بن نويصر المنصوري. انتصر في اللحظات الأخيرة، قدمت في اللحظات الأخيرة وخطفت هذا الشوط. المحليات الأصايل الانتاج إلى بن نويصر. المركز الثاني وصلت الخليل سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش. المركز الثالث ندى لأحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي. المركز الرابع حشيمة لحمد بن خويتم بن بخيت العامري. المركز الخامس كان الدخول جماعي. أعود إلى التوقيت الزمني وساعتي وصول. هكذا هو بن نويصر ينتصر مع ضبية وسلام. يا الوثبة سلام 12 دقيقة 47 أربع أجزاء من الثانية. سلام يا عاصمة الميادين إلى بن نويصر راشد بن علي بن نويصر المنصوري من خطف شوط الذلل. المحليات الأصايل الإنتاج. المركز الثاني بن دغيش 12 دقيقة 50 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لبن دغيش من قدم انطلاقة الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش. المركز الثالث 12 50 أربع أجزاء من الثانية. ندى لأحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي. تهانينا والناموس للجميع.